البيعه التاسعه لعهد الملك عبد الله بن عبد العزيز وستكون مخصصه عن مكاسب المراه السعوديه في عهده. اعطى مساحه كبيره للمراه في وطني يعني من الدلالات اللي لا يمكن ان تخذلنا سيحب يحب يسمع من الاخرين يعني وبالذات المراه لما جاء القرار السياسي الحكيم الواعي المؤمن يعني كان ممنوع وين حتى هو مسكين يخاف يقول لك معلش ما عندنا حريم يدخلون يعني المراه لما تكون مغيبه عن الشارع وعن المؤسسه وعن القرار سيدي خالد محمد من الشريفين لما قال الوطن للجميع وكل منا على قدر عطائه لهذا الوطن